شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتور انصاف ابو احمد. اذا حادثة يعني من ضمن حوادث عديدة، الاعتداء على المواطنين العرب. انه يسأل السؤال يعني المفروض انه نسأله، وانا سألته ايضا في برنامج الامس، هل هنالك علاقة بين سن قانون القومية وبروز ظهور هذه الحادثة؟ يسعد مساك لك ولجميع المشاهدين. اول شيء بيسفني انه هذا الاشي عم بيصير، ولكن مما لا شك فيه انه هناك علاقة وطيدة جدا وعلاقة مباشرة ما بين سن القانون القومية ما بين الظاهرة العنصرية اللي احنا اليوم بنشوفها. هاي كانت عمليا الثمار اللي احنا عم نقطفها اليوم، ما هي الا كانت عملية موجودة في داخل المجتمع الاسرائيلي، و كانت عم تستنى بس هاي الكشة اللي كسرت ظهر البعير اللي كانت اللي متواجدة عندنا اليوم. احنا عم نشوف نتاج هذا سن القانون. سن القانون أجل أنه عمليا بيعمل، وإحنا كلنا بنعرفه الكل مستاء من سن قانون اللي هو عم بيعمل درجة ألف ودرجة باء، درجة اثنين اللي هن عمليا العرب والإخوة من الطائفة المعروفية، وإحنا بنعرف شو صار معنا حتى مبارح ياتي معنا عمليا وإشي اللي برز، إن كان كمان موجودين حتى في قلب المطار في بن غوريون، ما قال إلي إنه هدول المجموعة اللي كانت بتطلع. ماشي، هذا موضوع آخر لأنه تم إطالة الحارس يعني في ولكن المطار. إنه نعم. إحنا عم نشوف اليوم إنه كل واحد، وحتى ما قبل كمان الفتاة اللي كانت عنا من قلب أبو غوش كمان كانت بعد السنة القانون كمان صار، فهذا نتاج، هذا نتاج نعم. للي قاعد عم بيصير، وعلى السلطات في داخل دولة إسرائيل إنه يدوي لها ضي أحمر. المحامي شاد الصح يعني تقول هنا دكتور انصاف أبو أحمد لندفع على السلطات أن يعني تبدأ بوضع التساؤلات وعلامات الاستفهام. الآن في عنا حادثة مؤسفة، ولكن في مثل هذه الحالات الشطارة أيضا، توظيف معاني رموز هذه الحادثة والتأثير على الرأي العام اليهودي، هل يتم ذلك؟ أولا مساء الخير لكم لضيفتك الكريمة دكتور انصاف أبو أحمد. لا شك أن للإعلام دور هام في إبراز هذه النقاط الهامة جدا التي تقض مضجع كل عربي يسكن في هذه البلاد. في الأمس القريب بشكل شخصي وانفرادي قمت بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، إلى مراقب الدولة، إلى المستشار القضائي للحكومة، وإلى وزيرة القضاء أيلت شاكيد، وقمت بإطلاعهم على الحادث من وجهة نظري أنا، وقمت بالقول والكتابة وباللغة العربية، وقد شددت وذكرت أنني سأقوم بإرسال رسالة في اللغة العربية التي قام بإقصائها القانون وأعطاها صفة خاصة. نعم. قلت لهم هذا الاعتداء اعتداء آثم على ثلاثة شبان عرب في شاطئ بحيرة كريات يام الساعة الثانية بعد منتصف الليل من قبل مجموعة من الشبان، تسعة أو عشرة شبان قاموا بالاعتداء عليهم، والسبب الرئيسي للاعتداء هي اللغة العربية. نعم. تم توجيه سؤال لهم ماذا لغتكم، هل أنتم عرب؟ فأحدهم أجاب أنني عربي. نعم. فعادوا إليهم بتسعة وعشر شبان بالآلات الحادة. تفاصيل الحادثة من أحد الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم. الناصرة، نرجع لموضوع القومية، حالات عنصرية، حادثة الاعتداء. دكتور انصاف ابو احمد، هل يمكن ان تشكل هذه الحادثة، حادثة الاعتداء على الشبان الشفاعمريين، نقطة تحول او تخوف لدى المواطنين العرب من التوافد لمنتجعات لشواطئ هنا في البلاد؟ كل اللي عم بيصير اليوم احنا في داخل المجتمع الاسرائيلي هو زي الموجود في ثورة بركانية، فيش هدوء. هذا عدم الهدوء اللي متواجد في داخل المجتمع الإسرائيلي من أحد أسبابه هو القانون العنصري الأبرتهايد اللي متواجد اليوم في داخل الدولة، اللي أجا وجردم هذا المجتمع ودق الأسفين ما بين المجتمع اليهودي وبين المجتمع العربي. وإحنا بنعرف أنه في هناك تقطب في داخل المجتمع اليهودي اللي ما بيعرف عن المجتمع العربي ولا أي شيء. أنا متأكدة لو هدول في داخل المجتمع اليهودي، وظيفة من أن يعرفوا هؤلاء؟ يعني يعرفوا، خلينا نقول حتى بدناش الرموز الثقافية، يعرفوا نمط حياة العرب. وزارة التربية والتعليم. نعم. وزارة التربية والتعليم، على وزارة التربية والتعليم الكشف
لا المجتمع العربي ولا المجتمع اليهودي يتعرفوا على بعض في داخل المدارس، يتعرفوا على القيم اللي متواجدة في داخل المجتمع العربي، على القيم اللي متواجدة في داخل المجتمع اليهودي، وتواجد ووجد لغة مشتركة ولغة حوار ما بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. نحن تربينا على ذلك في ما قبل هذا القانون. كل ذنب هذول الأشخاص اللي اعتدى عليهم أنه لغتهم هي هويتهم. احنا بنعرف انه في داخل المجتمع العربي اللغة هي قومية، بينما في داخل المجتمع اليهودي الدين هو القومية. يعني فهذا الوضع نعم. مختلف جدا فيما بيننا. محامي شادي الصح، يعني هنا الحديث ايضا عن اللغة العربية، وهذا يعيدنا لاعلان العام حتى المقبل على العام الدراسي عام اللغة العربية كما تم الاعلان عنه من المتابعة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وايضا اللجنة القطرية والمشتركة وعدة ايضا اجسام واطر المجمع اللغوي. يعني هل اللغة العربية في اوساط معينة، في سياقات معينة، في مساحات معينة مخيفة بهذا الشكل؟ كان يجب علينا نحن كعرب عندما كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية قانونيا، كان يجب علينا أن نقوم بإرسال جميع خطاباتنا من رؤساء بلديات، رؤساء مجالس محلية، موظفون، أن يقوموا بإرسال جميع الخطابات، الرسائل لجميع الوزارات باللغة العربية، ولكن أهملناها. وأبدأ من نفسي، أنا لم أرسل رسالة في اللغة العربية إلا بعد أن تم إقصاء اللغة العربية وإعطاؤها ميزة خاصة نعم في القانون، في قانون القومية. فلو نحن بأنفسنا حفظنا على اللغة العربية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الآن علينا إعادة اللغة الرسمية للعربية، في هذا بداية علينا أن نعيد اللغة العربية، أن نتحدث بالعربية، جميع اللافتات أن تكون باللغة العربية، جميع الخطابات. وبالأمس القريب قمت بإرسال خطاب يعني باللغة العربية. الآن أنا سأعود أيضا لحادثة الاعتداء، وذكر دكتور محمد يوسفين انه في شباب اللي يهود مجموعه اللي قاموا بالاعتداء على الشباب. من غذى هذا الفكر باعتقادك استاذ شادي؟ من غذى هذا الفكر؟ من رسخ هذا التصرف والسلوك؟ من اعطى الشرعيه لهؤلاء الشبان اليهود ان يقوموا بالعصي والسناسل والجنازير بالاعتداء على هؤلاء الشباب الشفاعمريين؟ هذه الحادثة ليست الأولى التي يتم بها الاعتداء الآثم على شباب عرب أو على شابات عربيات في المدن المختلفة كالقدس، كعكا، كيافا. ليست هذه هي المرة الأولى، إنما هذه المرة سلسلة متتابعة لعدة اعتداءات قد تمت. قد نخطئ عندما نقول أن قانون القومية هو السبب، كان نخطئ وقد لا نصيب الهدف. ربما قانون القومية قد جاء وأعطى للشعب اليهودي الصفة العليا في هذه البلاد، ولكن هذا الاعتداء الآثم لا أظن أن له صلة في قانون القومية. هذا الاعتداء يجب أن يصنف اعتداء على خلفية قومية عنصرية، على شرطة إسرائيل أن تحقق في هذه القضية كقضية في اعتداء آثم على الشبان العرب تحت غطاء القومية والعنصرية. دكتور أنصاف أبو أحمد، دائما في دور على قيادة الجمهور العربي. نعم حادثة اعتداء وتكررت وهي موجودة، يعني الآن هذا هو الواقع، وأنت دائما أعرف أنك تضعين الأمور على الطاولة بنصابها، بوضوحها، بكامل الشفافية. ما هو دور قيادة الجمهور العربي؟ قيادة الجمهور العربي في هذا الوقت بالذات، هذا إحنا في لحظة حاسمة، علينا تسويق المجتمع العربي أمام المجتمع اليهودي والعالم بأجمعه. إحنا هنا مش مجرد أرقام، إحنا هنا بشر، إحنا هنا مواطنين. نعم. بحق لنا العيش والعيش بكرامة، إن كان الساعة 2 وإن كان الساعة 3 وإن كان الساعة 5، أنا مواطن، إلي حقوقي، علي واجباتي. كل الوقت اللي أنا عم بنطي الواجبات اللي أنا بيطلع لي إني أخذ الحقوق. ما نستحي إنه نرفع هالراية ونقول إحنا هون، ما نقول احنا اصحاب حق، احنا اصحاب وطن، احنا اصحاب ارض. ما نسمح لاي شيء يجي ويجرذمنا من بعض. بالعكس، هاي الضربه اللي كانت متواجده ان كان للاخوه اللي من شفاعمر، هاي الضربه لنا كلنا. علينا التعاضد والتكاتف في وجه هذا القانون، واحنا لازم
نسوق حالنا كمجتمع عربي كمان مرة، ما نيجي نفصل حالنا وناخذ في العنصرية الكاملة نرد الفعل. شكرا جزيلا لكما. الآن فلنشاهد معا ماذا قال الشبان الذين تم الاعتداء عليهم من قبل مجموعة شباب يهود في شاطئ كريات حيم. أيضا استمعنا للتولي وشاهدنا دكتور محمد يوسفين، وأيضا ماذا قالت شقيقة الطبيب الشفا عمري المعتدى عليه من قبل مجموعة من الشبان اليهود، حيث صرحت وقالت ما حدث قد صدمنا. خلينا نبدا مع معتصم. يعني معتصم بعد ما صرحوا مشتبهين، يعني هل هذا الشيء اثر عليك انت كشخص بعد ما اعتدي عليك من فكريات حايم؟ طبعا بعد ما نشوف انه في تقدم بالقضيه وفي في عتسوريم وهيك، الشيء بيرجى انه في عم بيشتغلوا الشرطه عم بيحاولوا يوصلوا للجنا ممكن نقول، ونستنى ونتامل انه يوصلوا لكل واحد وواحد ام بهذا العمل. محمد، دكتور محمد، يعني أنت كونك كمان طبيب وتعالج أشخاص من كل الأطياف من كل الأنواع، يعني قد الإشي أثر عليك هذا الإشي؟ هل يعني بلشت تستكمل حياتك من أول أبو جديد، أو الإشي بعده بأثر عليك بعد الحادث اللي صارت؟ صراحة هذا الإشي ممكن يأثر شوي بشكل شخصي، أما بالنسبة لعملي مش راح يأثر ولا بالمرة، يعني لأنه مش راح ولا مرة اطلعت على اسم المريض اللي وصلني عشان اعرف اذا كان هو عربي او يهودي او روسي او باي فئة كان. عندي الحلية هو بني ادم، يعني المريض نفسه بني ادم، ما بطلعش على شيء. بعد ما صرحوا اشخاص الاشي اثر عليك كمان؟ لا، ما مش ممكن ياثر علي، لانه شغل الشرطة بفكر بيعرفوا بالضبط ايش عم بيعملوا، ممكن يصرحوهن بس يعاودوا يرجعون او يجيبوا ناس تانيين، ممكن كمان اللي وقفوهن ما يكونوش خاصين بالموضوع. سؤال اخير، يعني كيف فهمت انه كان في غد اشخاص شهاد اللي بيقدروا يفيدوا ويجيعتوا افادتهم بهذا الشيء اليوم، شو بتقولوا لهن عبر المنابر الاعلاميه؟ بنحب نقول لكل واحد يتواجد بالمنطقه، انه اذا في عنده اي معلومه بتساعد انه يوصل للجنا انه ما يخافش ويحكي للشرطه، حتى لو الاشي كان يعني مخبى، يعني بدون يشجلوا وجوههم كمان ممكن، بس المهم نوصل بالاخر للحقيقة عشان نعرف منين المجرمين كمان. شقيقك هو الطبيب الذي تعرض للاعتداء، احكي لي اول ما سمعت الخبر. بصراحة شعور كتير سيء، لانه احنا عايشين في دولة ديمقراطية، دولة اللي هي دولة التعايش، دولة تقبل الاخر، المفروض السلام والامن هو الاساس في الدولة. ما توقعتش ولا مرة يكون أي نزاع على خلفية يكون فيها عربي أو يهودي أو تعريف بأي قومية لإنسان. الإشي موجود ولازال موجود، وبتأمل أنه الإشي ما نعم ما بعد حادثة الاعتداء على الشبان الشفا عمريين. سنخرج لفاصل، بعد الفاصل سنكون ونطرح السؤال التساؤل المركزي، هل هنالك أجواء انتخابية في السلطات المحلية العربية؟ في أجواء ولا فيش أجواء؟ سنطرح هذا التساؤل ولكن بعد الفاصل.